السلام عليكم الاخوان المحبين ديالنا، محبي قناه عقارات بلادي، مرحبا بكم كاملين وشكرا لكم على الدعم اللي كتقدموا لينا، وانتم ديما معنا وحنا معكم ومعكم ديما في الجديد. اليوم ان شاء الله في هذا الفيديو غادي نقول لكم بعض الاراضي اللي باغا تباع، وهاد الساعه يمكنكم تتواصلوا معنا على الهاتف اللي غيكون في الوصف وفي العنوان، ويكون الخير ان شاء الله وتجيو تشوفوا. ومرحبا بكم كاملين. كاين عندنا واحد الارض اللي باغا تباع، واللي المساحه ديالها هكتار ونص، والمنطقه اللي كاينه فيها ولاد عبو اقليم برشيد، قريبه لجمعه ولاد عبو اقليم برشيد. الوراق ديالها مزيانين، تيتر فونسي، والدوره كاين قريب ليها، والقودرون حتى هو راه قريب ليها ما بعيدش منها بزاف. كاين عندنا جوج كتارات وكاينين حتى هما في ولاد عبو اقليم برشيد، وديز عليهم القودرون، وتا هما تيتر فونسي الوراق ديالهم مزيانين، والكهرباء قريبة ليهم حتى هي مزيانة. كاين عندنا كتار و 3600 متر على القودرون حتى هي، حتى هي كاينة في ولاد عبو اقليم برشيد، والكهرباء قريبة، وطوال ديال الدورة قراب ليه، يعني إلا بغيتي تبني ولا شي حاجة راه دخل ليهم الضو. وكاين عندنا واحد الأرض فلاحية حتى هي باغا تباع، أرض زوينة وفيها 11 كتار وعلى الطريق قودرون دايز عليها، الشانطي ديال قودرون دايز عليها، الوريقات ديولها ملكية حرة، وكتبعد على السطات تقريبا شي 11-12 كيلومتر، هي تاهي واحد الأرض زوينة وتمن ديالها راه تمن مناسب. غير تواصلوا معنا إن شاء الله ويكون الخير، تجيو تشوفوها. كاينة عندنا واحد الأرض أخرى كاينة في دكالة، للمساحة ديالها 16000 متر مربع، وتيتر الوراق ديولها مزيانين، تيتر فونسي، والثمن ديالها المناسب. واللي بغى بحال شي ارض من هاد الاراضي اللي قلت لكم دابا يتواصل معنا على الارقام، راه نخليوهم تحت في الوصف العنوان، ويكون الخير ان شاء الله. وراه كاين بزاف الاراضي مختلف المساحات، وكاين فيرمات مزارع، اللي بغى شي حاجه ولا بغى يدير شي مشروع ولا بغى يبني شي دويره ولا سكينه، مرحبا تواصلوا معنا على الرقم، ويكون الخير ان شاء الله. وما تنساوش الاشتراك في القناه، والدعم ديالكم راه كيهمنا، وشكرا لكم على المتابعه ديالكم، والناس اللي كيتابعونا والناس اللي جاو عندنا وشافوا الاراضي وشافوا المعامله ديالنا، راه معامله مزيانه. تجي عندنا ان شاء الله نوريك الاراضي اللي كاينين، وتشوف الارض المناسبه اللي غتناسبك، ويكون الخير ان شاء الله. مرحبا بكم كاملين، وشكرا لكم على المتابعه ديالكم.